طيب حازم جمال، ما عندكش اختيار غير انك تتعادل. لو الاجابه صح يا محمود رجعت ب 25 نقطة وبكاس المركز الأول. السؤال الرابع، تاريخ في عهد أي سلطان مملوكي سقطت الأندلس عام 1492؟ خطف منك البازر. الأندلس سقطت نتيجة انهيار دولة بني الأحمر في غرناطة. محمود فرج إجابتك. نصير محمد بن قلاوون. 1492 كنتش في التاريخ طبعاً. ده كان 2000. إجابة خاطئة. قنصل غوري. حازم جمال هارد لك. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة قائد باي. هارد لك وألف مبروك لرافع العسوية، برافو عليكم. عمر بن الخطاب الرسمية الحوامدية، ألف مبروك، المركز الأول كأس العباقرة الموسم الـ 12. الحمد لله. الحمد لله. فعلا انتوا اثبتوا حاجة مهمة جدا، ان اللي بيجتهد بيوصل وبينجح. صراحة مش بس بيوصل، اقول لك صراحة هم يستحقوا، عملوا مجهود جبار. طبعا واضح المجهود، واضح لينا كلنا. وبعدين الارقام ما بتكذبش. اكيد طبعا. مبروك يا ربيع. مستعدين في كل المجالات.